عزة وعلاها يقول الله في عمرك حبيب الشعب يا سلطان. الله في عمرك حبيب الشعب يا سلطان وماشي حب في الدنيا يساوي حبنا لعمان. التاريخ خذوا بحذر وتدبروا فيه وتفكروا فيه هذه طلاب التاريخ وانتقدوه وعودوا إلى الماضي وفكروا كيف كانت الحالة في ذلك الزمان وما كتب إنه ليس كل يجب علينا أن نردده كالببغاء. لا أبدا، يجب أن نفكر أمور كثيرة أخرى أيضا أصبح الكثير يرددها كالببغاء، يعني صار تقليد، يسمع شيء يقوله، يقرأ شيء يقوله، هذا ما كلام. مصادرة الفكر والتدبر والاجتهاد هذه من أكبر الكبائر، ونحن لن نسمح لأحد أن يصادر الفكر.